إذن عن ملف المشروع الصهيوني لتسوية الأملاك والأراضي في القدس، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة القدس المحتلة عضو الهيئة الإسلامية العليا في القدس الدكتور جمال عمرو. دكتور جمال، مرحبا بكم. أنت تحدثنا الآن من مدينة القدس، برأيكم كيف سينعكس مشروع تسوية الأملاك والأراضي على الفلسطينيين هناك، وأيضا ما دلالات توقيت ذلك؟ حياكم الله والمشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور جمال. هذا التوقيت في هذه الأيام له دلالات خطيرة جدا، ودلالات أبعد مما يتخيل يعني كل المتفائلين بالسلام أو بشريك للسلام هو الجانب الصهيوني أو المطبعين أو الذين الآن يحجون إلى تل أبيب. كلهم لا يدركون حجم الهجوم الذي يتجاوز حرب 48 وحرب 67 على القدس. الآن الاحتلال يهبط إلى الأرض وتبدأ المعركة والحرب من شارع إلى شارع، من بيت إلى بيت. الآن سيشاهد نعم دكتور جمال، هل ما زلت معنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور جمال عمرو عضو الهيئة الإسلامية العليا في القدس، شكرا جزيلا لك. ربما سنعاود الاتصال بكم دكتور جمال. سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. عود إلى الدكتور جمال عمرو. دكتور جمال تفضل، ما قمت به بالبداية، هل سينعكس موضوع يعني مشروع تسوية الأملاك والأراضي على الفلسطينيين؟ نعم، هذا مشروع في منتهى الخطورة، وهو حرب ومعركة فعلية ميدانية من شارع لشارع من بيت لبيت على كل متر مربع. الآن يدخل بيوت السكان ويدخل بيوت الآمنين في بيوتهم، وسيصبح كل مقدس الآن على أرض لا يملكها بموجب قوانين جائرة صنعها الاحتلال وفصلها تفصيلا دقيقا على مزاجه. الاحتلال الآن يعني فوق القانون الدولي يتصرف بصورة غير قانونية ومخالف لاتفاقية جنيف الرابعة. طيب، الاحتلال بهذا الهجوم يعلن عن إفلاسه عبر الخطط الأخرى، تسريب الأراضي، تسريب العقارات التي ساهم فيها بعض المطبعين، بعض الجواسيس، بعض العملاء. فبالتالي الاحتلال لم ينجح من خلال هؤلاء إلا بالحصول على بضعة بيوت يعني معدودة على رؤوس الأصابع، لم يستطع الحصول إلى بضعة جنومات من الأرض فقط. ولكن دكتور عفوا، آسف للمقاطعة دكتور، آسف المقاطعة، ولكن هناك من يقول أن الاحتلال يسعى بهذا القانون المخالف كما تفضلتم للمواثيق الدولية هو لإثارة خلافات داخلية بشأن ملكية الأراضي والعقارات بين الفلسطينيين، هل هذا صحيح؟ لا ابدا على الاطلاق. والفلسطينيين لديهم مرجعيات متعدده، من ضمنها الاوقاف الاسلاميه وهي جهاز رسمي يتبع الحكومه الاردنيه، ومن ضمنها الهيئه الاسلاميه العليا وهي اعلى سلطه ايضا يعني يتم اللجوء اليها عند الضروره. وبالتالي الفلسطينيون يتدبرون امرهم بطرق قانونيه مصدقه ومعترف بها دوليا، وهم تحت الاحتلال، ولا يجوز للاحتلال الانغماس ولا الدخول ولا حتى العبث بالملكيات على الاطلاق قطعيا بتاتا. ومعركه الشيخ جراح لا تخفى عليكم، هناك وثائق، ومع ذلك الاحتلال يخترق الوثائق. نعم. والاحتلال يتصرف فوق القانون الدولي، وهذا امر في منتهى الخطوره. والمقدسيون جمله وتفصيلا يرفضون، لو كان هناك يعني حسن النوايا ولو كان هناك فائده للمقدسيين لما ترددوا في ان يعني يقوموا باعمال تسجيل الاراضي وتسويتها حسب هذا القانون المفتعل. لكن هذا القانون الهدف منه واضح جدا، هو السطو على الأراضي، السطو على الأماكن الاستراتيجية بالذات والسيطرة عليها وبناء مستوطنات عليها. نعم،
دكتور جمال، الجامعة العربية أكدت أن هذا المشروع يعني يأتي في إطار سياسة التطهير العرقي، ولكن هل تمتلك الجامعة العربية أوراق ضغط حقيقية لوقف هذا المشروع؟ طبعا إذا ما تحدثنا عن تطبيع بعض الدول علاقاتها مع دولة الاحتلال الصهيوني. نعم، حقيقة تمتلك، لو أرادت لفعلت، لكنها لا تريد. الجامعة العربية تكتفي دائما بقرار الشجب والاستنكار، يعني هي نفس الكليشيه، يتم تغيير التاريخ فقط، ويعيدونها مرة أخرى ويكررونها مرة تلو المرة، لكنها ليست ذات قيمة. سيدي، عندما أرادت جامعة الدول العربية أن تجيش الجيوش أيام حسني مبارك ويعني يهاجمون العراق فعلوا ذلك، عندما أرادوا أن يهاجموا أي دولة عربية أخرى تحت القيادة الأمريكية فعلوا ذلك، عندما أرادوا يعني أيضا الدخول ضد في حلف مع الصهاينة ضد دولة إسلامية أخرى فعلوا ذلك. لكن واضح جدا أن جامعة الدول العربية في بعض القضايا تكتفي بالشجب والاستنكار، وكأن ذلك هو ضعف الإيمان، ولعلينا فعلنا لا أكثر ولا أقل. من مدينة القدس المحتلة، عضو الهيئة الإسلامية العليا في القدس الدكتور جمال عمرو، شكرا جزيلا لكم.